ساحل الفيروز، أو مثل ما بسموها الأتراك مدينة المشاهير. نحن بجنوب غرب تركيا، شواطئ على طول أكثر من 1000 كيلومتر على مياه بحر إيجا والبحر الأبيض المتوسط. نبعد عن اسطنبول 7 ساعات بالسيارة وساعة واحدة بالطيارة. صارت المنطقة اللي رح نشوفها اليوم مقصد عالمي للسياحة والاستثمار من رجال الأعمال وفنانين معروفين. عم نحكي عن بودروم. جولتنا حتكون بثلاث مناطق: جولكوي وياليكافاك ومركز مدينة بودروم، واللي رح نبدأ جولتنا فيها وتحديداً بالمارينا اللي بتحتوي على قلعة بودروم المسجلة باليونسكو والمبنية بالقرن 15. مزيج من الطبيعة والتاريخ ما بينوصف. بودروم المدينة السياحية يلي مساحتها 650 كيلومتر مربع وعدد سكانها 33,000 نسمة. مدينة دائما بتنجح بجذب السياح من المدن الأوروبية ومن كل مدن العالم. كيف ما رح تقدر تجذب السياح وهي فعلا لؤلؤة تركيا؟ هي المدينة الخلابة يلي بيعجز اللسان عن وصفها، مكان ساحر، مكان أخاز، نتمنى دائما نزوره بكل صيف ومستحيل نشبع منه. بعد ما أخذنا لمحة سريعة عن مركز مدينة بودروم، ننتقل لأول مشروع قريب منه بإطلالة على مركز المدينة. نبدأ مع مشروعنا الأول، جنة ميرمار. نحن بواحد من المشاريع اللي تعتبر الأقرب لمركز مدينة بودروم. مركز مدينة بودروم بعيد عنا حوالي 1 كيلومتر بس. هذا الشيء بيميز هذا المشروع بالإضافة للإطلالة اللي شايفينه مع بعض. هذا المشروع كلياته فيلل، هو 50 فيلا يلي متاح للبيع، بقيان 14 فيلا، ولكن لا تخافوا، بقيان من 3+1 و4+1، لانه هذا المشروع كلياته فقط 3+1 و4+1. المساحات من 197 متر مربع ل 212 متر مربع. سؤال، هل هاي الفيلل بتتسلم مفروشة؟ جواب نعم، كلياته الفيلل بتتسلم مفروشة، وبالإضافة إنه فيها نظام فندقي، يعني في خدمة تنظيف المنزل كلياته، وفي كونسييرج كمان، فيك تطلب كل شيء بدك إياه لهون كأنك قاعد بفندق، بس ولكن هي فيلتك الخاصة. الناس يلي حابة تعيش برفاهية هاي الفيلا فيها تعيش فيها بسعر ببلش من 565,000 يورو، أو فيك تستفيد من العائد الإيجاري، لأنه العائد الإيجاري المتوقع لهي الفيلا باليوم 250 يورو. ننتقل هلأ لمشروعنا الثاني بياليكافاك. هاي المارينا يلي عم نشوفها مع بعض اسمها ياليكافاك. نحن موجودين بمشروع كل الشقق تبعه بتطل عليها. من اي تراس من تراسات هدول الشقق رح تشوفوا هاي الاطلالة. كل التراسات يلي موجودة هون مساحتها ضخمة، اقل مساحة لاي تراس هي 18 متر مربع. للأشخاص يلي سحرتهم إطلالات مدينة بودروم فهذا هو المشروع المناسب لك. المساحات فيه بتبلش من 160 متر مربع إلى 320 متر مربع. الأسعار بهذا المشروع بتبلش من 600,000 يورو، وإذا أنت بدك تأخذ العائد الإيجاري من هذا المشروع فيك تبلش الأجارات تبعك من 15,000 يورو خلال الصيف. بالإضافة للفلل، الفلل بهذا المشروع عددهم 7، راح منهم 5، بقيان فقط فيلتين.
المشروع هذا امتى رح يكون جاهز؟ رح يكون جاهز بشهر 5 من سنة 2021. استمتعوا بهدول الصور من هاي الشقة. بمدينة بودروم في أكثر من مارينا، في مارينا موجودة بمركز المدينة بالسيتي سنتر، وفي هاي المارينا اللي نحن موجودين فيها اسمها يلا كافاك، وهي بعيدة شوي صغيرة عن المشروع اللي كنا عم نصور فيه بتشوفوه من هون. آخر مشروع معنا هو مشروع جولكوي، وخليناه للآخير لأنه هذا المشروع له خصوصية غير عن باقي المشاريع. من أصل 50 فيلا بقيان 23 فيلا متاحين للبيع بهذا المشروع. المساحات بتبلش من 340 متر مربع إلى 1800 متر مربع، هي واحدة من أكبر الفلل يلي موجودة بهذا المشروع. بالنسبة للأسعار بتبلش من 1,800,000 يورو إلى 7,000,000 يورو. طيب هذا المشروع إمتى رح يكون جاهز؟ رح يكون جاهز بشهر حزيران من سنة 2021. هلأ بكل بساطة رح خليكم تستمتعوا بلقطات من هاي الفيلا يلي هي أكيد من عالم تاني، وأكيد هذا أحلى مشروع بتعمله شركة ناف بدون نقاش. أنا متأكد أنه في عندكم أسئلة عن الأسعار، أسئلة عن الفيلا المتاحة للبيع، عن إطلالاتها، عن مساحاتها. كل هدول الأسئلة فينا نجاوبكم عليها وتتواصلوا معنا عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الويب سايت يلي هو maximumproperty.com. بنهاية هذا الفيديو بدي أقول لكم شكراً كثير لكم ونهاركم سعيد.